الله وبركاته. تعالوا نشوف ماذا يقول الإعلام الجزائري بعد تتويج اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على المنتخب الأهلي المصري هدف مقابل لا شيء. يلا نسمع. أتمنى من أخوان وأخواتي جام وأبوني فضلا وليس أمرا، يا ريت وضع اللايك والاشتراك وشكرا للجميع. مبروك للاتحاد، ومعي ايضا نور الدين بالكبير ميدو الصحفي المعروف. اهلا وسهلا بك ميدو. اهلا بك زميل محمد، شكرا على الاستضافه، ومباركوا اللقب الثاني لاتحاد العاصمه والكره الجزائريه في 100 يوم. لقب ثاني لعبد الحق بن شيخه اللي يعمل في صمت في الاتحاد. نعم. وينال ثاني لقب قاري تقريبا اتحاد العاصمه منذ سنه 1937. هو ينتظر في لقب قاري رجع عبد الحق بن شيخه. أولا الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم عبد الحق بن شيخة اللي في ظرف 100 يوم قدر انه يحقق لقبين قاريين لاتحاد العاصمة. مباركوا لاتحاد العاصمة، هذا التتويج الجديد بالنسبة للاتحاد. عبد الحق بن شيخة هذا المدرب الذي لعب 7 نهائيات في مسيرته الكروية، فاز ب7 نهائيات كاملة، رقم كبير للجنرال، واحد من المدربين الرائعين الذين مروا على اتحاد العاصمة، كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب الإفريقية بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. اليوم كان في مواجهة واحد من المدربين الأكفاء أيضا. نعم، مدرب نادي الأهلي المصري. شفنا الأهلي المصري كان رغم انه سيطر، لكن في كرة القدم الجميع يعرف حسين انه السيطرة لا تعني الفوز. عبد الحق بن شيخة استفاد ربما من وجود 9 عناصر كاملة لاتحاد العاصمة، كانت لعبت نهائي الموسم الماضي بشكل اساسي، فما عدا دخول فتوحي من المستقدمين الجدد، كان دخل بالقاسمي تقريبا وكأنه ما كان محيوس مقارنة بنهائي السنة الماضية. كان غير أيضا ببقاء بشيتا رفقة بنزازة في وسط الميدان، كان وضع أمامهم مباشرة لاعب أوريبوني اللي كان مهاجم ثاني رفقة بالقاسمي، كان يتناوبوا في منصب رأس حربة هو بالقاسمي. شفنا أيضا الأداء الجيد، ولو أنه البعض يقول لك الاتحاد ما لعبش جيدا، الاتحاد عانى، أكيد تعاني، كاين فرق في التحضير البدني بين الفريقين، فرق في الخبره والدهاء بالنسبه بين اللاعبين. اليوم الاتحاد فاز على فريق عنده تقريبا 11 لقب دوري ابطال افريقيا، افضل فريق القاره الاهلي المصري، افضل فريق في القاره السمراء، البودجي تاعو تقريبا حوالي 160 مليون دولار اللي هي تعادل تقريبا اكثر من الفرق اللي تلعب ربما في الدوريات البلجيكيه والهولنديه. لا سي ان غون بودجي، با فوتو اونتخ لي دو كلوب من حيث الامكانيات ايضا الانفراستركتور تو. نعم. راح تشوف الاهلي، النادي الاهلي حاجه كبيره وكبيره جدا. نعم. ميدو من يقول اليوم بان الاتحاد لم يقدم مباراه كبيره، صحيح هو حق لكن اريد به باطل. حسين مترف، نعلم جيدا بان النهائيات مثل هذه تربح ولا تلعب، ما الفائده من تقديم مباراه كبيره ثم تخسر اللقب في النهايه؟ الامر الثاني مثل ما قال لك ميدو، هناك فرق واضح في المستوى. الاهلي المصري مسيره حافله والقاب كثيرة، اليوم جماهيره قبل بداية المباراة رفع التيفو نريد اللقب 148، هذا النادي عنده 147 لقب في خزائنه، هو بطل القارة الإفريقية، دهس كل الأندية التي واجهها. هناك فرق في التحضير بينه وبين الاتحاد، ولكن الاتحاد لم يقدم مباراة سيئة، وإنما لعب حسب إمكانياته ولعب بذكاء لاعبيه وبخبرة مدربه، والحمد لله النتيجة كانت لصالح الاتحاد في النهاية. والجميع بعد يومين أو ثلاثة سينسى الأداء، ولكن هذا اللقب التاريخي سيبقى مرصعا على قميص الاتحاد. تتويج مستحق محمد. فريق اتحاد العاصمة اليوم قدم مباراة كبيرة، خاصة من الناحية التكتيكية، وشفنا اللاعبين كانوا في أماكنهم. نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي لعب بها عبد الحق بن شيخة، طريقة جد واضحة. لاعبي فريق الأهلي لاعبين يمتازون بسرعة، يمتازون بتقنيات كبيرة. نشوفوا الشراسة تاع فريق اتحاد العاصمة كانت أكبر من شراسة
فريق نادي الاهلي، نادي الاهلي لعب بثوب البطل، لعب هذاك اللعب محمد اللي لعبوه في الارجل، ما كانش يحارب على الكرات، لكن شفنا فريق اتحاد العاصمه كان ككتله واحده، كانوا الكل يدافع والكل يهاجم، حتى وان فريق اتحاد العاصمه كان يلعب بالمرتدات، لان تلعب امام فريق مثل الاهلي، فريق الاهلي يمتلك عناصر جيده، ثلث خطوط سواء المدافعين او وسط الميدان او الهجوم، كلهم لاعبين يمتازون يعني بجودة جد عالية. فريق اتحاد العاصمة اليوم قام بالأهم وهو الفوز، كما تكلمت محمد وين قلت النهائي يربح ولا يلعب، تلعب مباراة واحدة، خاصة رانا في بداية موسم، بداية موسم محمد نقدر نقوله لاعبين يكونوا في نفس الوتيرة، ما يكونش يعني فريق أكثر من الآخر، يعني بداية موسم بالنسبة للفريق الأهلي، بداية موسم بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة، ولا مباراة إلا المباراة الودية، المباراة التحضيرية اللي قاموا بها في تونس. هنا نشوفوا اتحاد العاصمة دار خطوة كبيرة نحو يعني أنه يقدم بداية موسم جد كبيرة سواء في الدوري الجزائري. من الذي أعجبك اليوم في تشكيلة الاتحاد؟ اللاعبين اللي عجبوني هما بلعيد و والله فير سونترال بلعيد مع عليلات. عليلات وبنبوط أيضا يعني قام بتصديات جد مهمة في لإعطاء النفس لفريق اتحاد العاصمة في قليل لاعبي فريق اتحاد العاصمة. شاهدنا مستخدمين جدد يلعبون اليوم في صفوف الاتحاد أيضا. نعم، حتى نوعية الاستخدامات اللي قام بها بن شيخة هو اللي كان هو اللي بقى لما بقى في الاتحاد في نهاية الموسم هو من تكفل بالاستخدامات. اليوم شفنا غالبيتهم دخلوا في الشوط الثاني كاحتياطيين، شفنا كانوا قلب الهجوم اللي دخل كاحتياطي لعب ملعب المالي سابقا، شفنا اليوم فتوحي اللي دخلوا كان لقى كما يقول قدم الى غايه اصابته وخروجه، كان قدم اداء لا باس به يعني. نعم. في اول مباراه له في هذا المستوى العالي، ما نساوش لعبوا امام فريق مستوى كبير تحدثنا عليه. نعم. قبل قليل فتوحي يقال عنه الكثير. نعم، اسلام فتوحي. نعم، نور الاسلام فتوحي كان في جمعيه شلف الموسم. نعم. الماضي ربما كان تم نزعه من تشكيل من القائمه اللي تمشي تلعب نهائي كاس الجمهوريه مع جمعيه شلف بعد ان كان قد وقع في الاتحاد، وبدأ هذاك التيتر اللي ما كتبلوش ربي يديه مع شلف عوضوا بخير منه انه توج بكاس السوبر الافريقي. نور الاسلام فتوحي كاين ايضا لاعب اللي دخل كاحتياطي ايضا لاعب رقم 10 افريقي ايضا. شفنا ايضا دخول مريلي على غير العاده كاحتياطي ربما في هذه المباراه مقارنه بالموسم الماضي، ما نعرفوش الخبايا، اول مباراه رسميه للاتحاد تقريبا الى كاس السوبر، ما نعرفوش الخبايا علاش دخل كاحتياطي. مريلي لاعب ممتاز جدا، كي تشوف مريلي فوق ارضيه الميدان رزين بزاف، يلعب برزانه كبيره، الشيء اللي عطى الدفع للاتحاد خلاه يمتص ضغط الاهلي. ولكن لما نشوف المباراة من بدايتها مبارك ايضا لم تتحدث مبارك. نعم، لاعب اتحاد البيض. نعم، مولودية البيض سابقا. نعم، افضل لاعب في مولودية البيض. نعم، كان هو ومعطل الله. معطل الله اللي راه في شباب القبائل الحيوه بالمناسبه سيد احمد. نعم، كان هو ومعطل الله كانوا لافير ميليو تيران. معطل الله مشى شباب القبائل في فتره الميركاتو الشتوي ومبارك ميركاتو اتحاد العاصمه ناجحا ميدو. نعم، لا شوف الاستخدامات كانت مدروسه من جانب عبد الحق بن شيخه. كاين لاعب ايضا ما دخلش اليوم بوزياد، كان الموسم الماضي واحد من افضل اللاعبين في الدوري التونسي، لاعب نادي المونستير، استخدموا كمال سوفي الحارس السابق واللي كان تالق مع مولدية وهران. استخدامات عبد الحق بن شيخه سيتي مدروسه ودقيقه، مدروسه وكل بوست وين يسحق لهم فرصه، ما استخدمش رغم انه الفريق عنده شركه يعني كاين، ما استخدمش باش يستخدم فقط، استخدم سير العقلاني. سير العقلاني سي سا دون تبذير اموال دون صرف كنت دون لي كلي ان كونيسور. هذا هو لما تمد المفاتيح تتراسي الموسم. نعم. بالمدرب هو اللي ابخي ما من غدوه لا قدر الله بعيد شر ما تمشيلوش لعبد الحق، هو اللي راح يكون المسؤول على هذا الشيء لانه هو اللي قام بالاستقدامات. على حسب ما فهمت من كلامك انه اتحاد العاصمه لم يقم بصفقات مدويه هذا الموسم، ولكن صفقاته بركات ايضا دخل كاحتياطي. نعم، صفقاته كانت مدروسه وكانت عقلانيه ولم يقم بتبذير الاموال رغم امتلاكه لشركه قادره على سالبور. نعم، جلب اللاعبين. هذه صور فرحه لاعبي الاتحاد بعد